الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال كسر وذا شنل كيغا حبيب عبد الرحمن فضلا حدات كعسبتهاي سبسكرايب تا سارو قنبلال كنفورو سياي برامجتو حدبا ايكوسو غاران إن شاء الله بإذن الله المولى ما أنتو حين كهد لدونا موضوع دي آدم مهمة وحين كساب سنية هاي هدي دي جاجة حيدك أما دم الحيد كلو يقانه هدي أد على مدح كان كأركتيد إن أم الصبيان أي سبب تاي أم الصبيان تاس أي دي جاجة مشاكل كان كساميسي تاسو كردگان حدی اد ام صبیان تاس اسک علاج سید او اد اسک داوی سید ان شاء الله تعالی دیگاگو سیدی نورمال کا اها او کو سو لابنایو ربما علامات کنا کا شیکن دونو ان اد اسکو ارگتے ادیگو دلن یار اه او گبر گشانتی اه او ان ولی لگو گورسن دا ادی گور کنا گاری ربما ان علامدها کن اد اسکو ارگتے ادیگو مروه او لگو قبو ربما إن علامتها كان إسكو أركت أديجو أو جور سامري لكن سهدا علامتها كان هيا وحكروا الله ياب لا علامتها كان إن إسكو أرك كريسيد أديجو المهاجي قريب كم إذا دلعي حدنا أي علامات كان يخوجي ماده وعلامات كهدي دي جا مشاكل كان أتكو أركتيد أين مظنت هاي إن آذن أفسرن إنو دختري هاي لكن آذو فسرت إن أم الصبيان تو أي سبب تاي على مدى كوبادة اسكو أركسيد أو دي جاجة مركة مشكلة دي أي حيسة آد أركسيد وحاكم إذا مركة كوباد الشعور إن أدرينتيد بألم حنون إن أدرينتيد في أسفل الظهر حلقة دبرك هوستيسة دبرك حقا أبو هوستيسة إن أد حنون شوكتا أهيالتيد على مدى سنحل قديقة ألم سيدوك لحنون إن أد يالتيد في الدورة أثناء إتيانها وقت عدد أيكو تماده إن أد حنون شوكتا أهد يالتيد أما واقي أي دورود كو إيمان شرتي هذا ويبا كان مقنتهي وبريهن مادن هلين أما سنوات كان مادن هلين لكن مركي هوري أي كو إيمان شرتي حنون أي كو كلف شرتي حنون زائد أي دريم شرتي على مدى صدحات الأركيسيد وجود أعراض الدورة إن أد أركتد علامات كي الدورة دا. يعني دورة دي حيت كي كو ليكي كو مي مادو سنوات كان مادن هيرين لكن سبحان الله وقت قدي جاني وكو إيمانشر واد حسوسته تايم كي يا وقت جي أما بيشة أسبوعي وكاجي إيمانشر أما وحبت قران الساعة علامات كي أدي إيمانشرت دي كي ما هيسد لكن علامات كي والله يضح حنون بدري مساء عاجز بدري مساء دبر حنون بدري مساء هردة إن الطباع أنت هاي مد حنون بدي يلا نسا لكن دي ما تشوفه وعلامتك تصينا يا إندي قال أم الصبيان تسهبرت تشيني أي حبستي والعياذ بالله سببنا أي نقطتين يعني علاماتك كو إيمان شري دي قهر بعيسى والله هذا هلاك دي قيمة عيسى علامات صدحات حداد أركتيد أفراد عنده علامات أفراد دي قال وجود في الدم دي قال إن أوليه هاي أم حلق أو يماد حالة النزول أكتال وحلو يقانو كتل الدم إنو يشحن شروين رضب ووحي سلسع سعود لكب لكب حنشرها سي تشوكتي كاغي مادة إنبضن أو أن علاجات سيي وقتها أم السبيان تا دوم الفربضن أو كعبانا يي سبحان الله دي قاسي وكيمت يعني ديك حين شرها إيه إسكو جنجنتن إيه المودد سيدا بارك عمل أوكاله وعلامت كتو سينيسا ديكاقي أو أم السبيانتو أي فريسي سي
حبستي أي حبستين الديجو هلك أبوه أروي وحان هري وصوت المامي دخاتير حتى مرق قروي أركع وحيل هلك وحاقوف ديك سيدي قعدت هذا الله يقوكر مركا ديجا شوف تذا أحبة إيمانية وأنا وحيالها كنت سينا يا إن أم الصبيانتي أي ديار وتهيني صباح والعياذ بالله على مدى أديالا نسيت حالة ديجا وسنا نغضو إن أمر بديجي ميدا بكيسو إسبتر حالة دا إن أدارك تديجا إن تغيير اللو مر بميدا بكو إيمانية وحالة دا سنة وحالة كنت سينا إن أم الصبيانتي أي كوتشوكتو وأي مكان كاقا فرديدو ألم شديد سدوك لأن الحنون كدر ينتد ودائم أبدئه في منطقة الرحم مكانك إن الحنون شوكتا كدر ينتد والإحساس سدوك لدرين أهينو أدر ينتد بنبض بأسفل السترة هل كا حدون تهوستي ده إن أتكدر ينتد إن لغاسو تشوكين أيو تشوكين وقد ينتقل مركا روح أقدباء جانب البطن وحقوقت بيادنع على عشا مرة دنع مذك بو عرريا والعياذ بالله مرة دنع بذح مركا دنع مذك حدون تهوستي ذا اي على عشا اما دنع عاس وحلو يقار بذح مركا قار نبطك ان لغو سوجو غين ايو اما ورن لغو قتاق ايو اما اربط ان لغو قتاق ايو خيحم كقذيه ستك دريميسا إن وحي أي كاتشو غينيا وعلامات يظنو كتسين سيئن ديقاق أم السبيانتو أي سبب تاي الرغبة في حق المنطقة إن مروال با حقتان وحل يراه آد شعريستي منطقة الرحيم إن هذا حق ديد آد دريتي سيدو كلا عنعن شوبتاح سيدو كلا علامات ديالان سيدو حويان أر جوكتاح أو يدون حبك كاغا فرميسا يعني هو علامات يدون علامات ديال أركيسي سيدو كلا إن خلل في الدورة وديقاق خلل جوكتاح أو يشو بشانو كو إيمانا يا أما اللبتشار ستح جربو كو إيمانا يا واتكبو بيسانسا حدنا الصلاة دي بتقلس حدنا واتكبو بيسانسا حدنا وحلو يقانو كو إيمانا يا أما إنه لبادي بلوه هالمركوي ماتوا، إنه صدق حديث بلوه هالمركوي ماتوا، أوسن كائما. على مدى كلاي كنت سنة سئن ومصبيان تاسيدي جاجا أي مشاكل كسمي سي، وحالة دا أديكون دي كوتشوين، أما مدهور عادة كوجود بيسي صدق بلوه شام بلوه سنة لبسن صدق سنة كو. لكن سبحان الله دختر كيميكا دو كيميكا حدو كسيو. ديجاكي سيدي نورمال كأهيد بو إيماني بل هذا أفير صدر هل كاس وحي كنتو سيني ساعة إن ديجاكي الليلة وحا مشكلة دانا آدم قوقبي لكن سبحان الله وحا حبستي أي تهي وحا آدم أدو قراني ديجاكي مركا دوكي مكالو سيو إيماني والاقا كيني وقتكي سيبو إيماني لكن دوكي هدا جوكي سيدي كي مكالا حيد أخطر قوقري ويستاغي وحالة كنت سنسى إن أم السبيان تاسي أي حبي شيص لكن سمددا إنتا لك آدم فهن سنين حنون كميشة وكاغ إيماني يعني هو مهم نقطة داس وحاين وقبضا دمرك ليقو دي عادي قويهي نورمال قويهي لكن تبنصنا أعدلا حنون كيمي الدرتون دخترنا آنا علاقة الله أوسن دخترك فهمين لكن فعلا هدي دين تسوء لهايين او اي سبه لهايين ضر ايا شريك ريسا اي ايضو السبب تح ايضو نوا حالتك تسلس ان دي قاقي ام السبيان تمشكلة ايكو كانت والعياذ بالله سبب النقطة سيدو كان على مدى جوك تدا اديالا نسيدو حكم اذا صداع في الرأس انا مدى حنون جوك تأهي خاصة في اوقات بعض العصر وقتك عصر كقداشت او فترة المساء مهبينك إن مدحنون شوكتا أديالة تديدون وعلامات كنت سنة سئن أم السبيان تأسي أي كو شوكتا طبعا مرر بضن باكسو الشيكي أم السبيان تا لكن حالة ذا كان وحالة ذا آذان علامات كالالحين لكن ديقاق مشكلة دا أي كو شيرتو
إذن فبادر ودقدق سيدي أدسكو علاج لهي أدسكو داوين لهي علاجاتك أم الصبيان تانا أد أقاضن لهي بإذن الله مولا إن شاء الله بإذن الله هدي أم الصبيان تاسي أي كاب حضو ديقاق سيدي نورمال كأحي أيو أصلا بنايا ديقاق وقتك سيبو إمانايا ألم كي أكوكو حيبا ماشا إن شاء الله تعالى سيبوك لك بحيا وحا سبحان الله عجيبة إن دمر فربذني أي آمسيهين إن دأذو ذي هدي 40 قادي 45 قادي إن ديكي وصداك قتقي كلا كلا الرنتاسي إخواني ووح دمر كصوماليات ودحي عالم ككلك ما أركس طبعا كأنيق معالجة هان وحان علاجية داد فربذن صومالي حتى مرارك قار عرب باك شرته أجانب كلاجة هذا هو بدنا هذا العرب تدك عن علاج. دمر كودو عارين تصومالي ذا دحذو ذا كل دحفافته إيه أهدي يقول إلى 45 أو بقى يقدر نعوده هذا يرات المسألة ذا نعوده ما بقى من سنة ما بقى قبل ربما قبله إلى لح مركا أي قاعد إن مركا قبله نورمال كا إن مركا عادي ذي وخل خل قيمة دوا مركا لحذا قاعد يعني ديقني إلى 55-56-57 يعني هو صعون كرية لكن قبرنا أن يرى صدن هذا الشيء ونرشي ذي كأنما إن عمري غيري تقيك نكت وحيالها إن هيستوحى كم إذا مشكلة تقدم إن قفك إسقدمين أيوه سوق أن يرى أحب قفك وحك عبان يحنون أنا لذبين وقتك إني أجي مادة تحسن وحكو تسينا سائنا إنه أمضاها كلا أقبض أنه يحنون مشاكلك سحرك إنه أمضاها كلا أقبض أنه حسدك وإنت ليس حستي وأيو إلا ظهر إنك شكينا إنه أردن وحي أبداً يهن قبض الله السحري قبض أن يرى أبا سحر الله سمعني وحيالا كامر ويسيني كمتها gabar haas hadda ah oo la qabo oo la guursaday oo la rabay waqtiga nolosha ay ku farxinahay ba sixirkaas uu iimaanaya calaamadaha la isku arkay sa dhigeedaba mashaakil ku dhacaya waxa ajeeb suhradu marka qaar ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka soo xukuro ma hum bidarrina bihi min ahad illa bi idnillah sixirku idaw ilaahay ka soo mu ku dhici kara marka guul darra ayay ka qaadan marka qaar intay tafriiq sameeya oo reerka damaan kala daran bi kala diri kari waayo marka maxay gabadhi ka weerareen dhinaca reerka ka weerareen قبل هذا السؤال وديسد سحر تفريق الله سمي لكن السؤال بدو ودينسا أضيقين علاقة إذن رح يسوى سيدا وحكوا له هذا وإس أوكي وإس جعل لها أضيقين أضيقين ما شاء الله وحي مشكلة إذن قبل شرته مع ذلك سحر تفريق هذا كلا ماشي علامات قبل ده كم مخضر علامات سحر تفريق ما يكون عظيم إلهي سبحانه وتعالى أودي سويا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله إذن سحر ساحرك وحلو السمين يا السحر لبعض halka ugu dhow maxay weeyaan labadii qof way kala tagi waayeen Soomaaha arhamtu ka xiraya sahr gabadhii caadadii bay waayaysa gabadhii ukumihi bay waayaysa brooyin ay salaheen baa u imaaday gabadhii waxa weeyay ilma dilan bay yeelanaysa gabadhii uqmi baa ku dhacay gabadhii waxa ku dhacaysa mashaakil oo dhan rahimkiiba ur lagaga furaya subhanallah bal hadaw fiirsad idan waa sahrka la soo celiyo gabadha hadii mashaakil kan ay isku aragtay tajdiid baa la shaqo loo sameeyay idan marka waxaad moodaa in arinta sax ay si badanayso idan waxa loo baahan yahay in laga waantoobo in laga taxadaro in la ogaado in baryahan dambe weerarka la isku wado oo khaasatan reerihi lagu xasuuqayo gabadhii lagu dhibaateynayo nolosheedii oo dhan لقو بابين أيوه والعياذ بالله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيراً.